ومن أدراك أنه لم يستجب لدعواتنا، لكننا لا نفرض صورة الإجابة على ربنا سبحانه وتعالى. هو قال في كتابه الكريم: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. قد يكون هناك بلاء أعظم صرفه الله عنا ونحن لا نشعر، لكنك ملحد طبعا لا تقر بربك أصلا، لا تقر بربك أصلا أيها الملحد. نحن نعلم الحمد لله، الحمد لله أن صور الإجابة تتعدد، صور إجابة الدعاء تتعدد. فإذا قلت يا رب ارزقني، قد تعجل لي الدعوة في هذا الوقت وأرزق، قد تؤخر لي لبعد 10 سنين، قد يدفع عني سوء أو مكروه، قد يدخر لي الجواب للآخرة. لكن أنت تريد أن تنزل نفسك منزلة الرب. هل نحن ما قلنا أننا أرباب؟ هب أنني دعوت بدعوة وآخر دعا بدعوة غير هذه الدعوة مضادة له، يعني هل ترى أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يؤمر أم أنه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه؟ نحن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى يقضي ولا يقضى عليه، ونعلم أنه يعلم ونحن لا نعلم. قد أدعو بدعوة فيها قصور وأنا لا أفهم وجه الخطر فيها، هذا في ديننا لا أفهم وجه الخطر فيها، وربنا يصرف عني الشر لعلمه، فهو يعلم ونحن لا نعلم. نحن نظرنا ضعيف، بصرنا قاصر، علمنا قاصر، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. وبعدها أقول لك أيها الملحد، أقول لك إذا ابنك، إذا كنت تقر بالأبناء، ولا إذا كنت لا ترى البنوة شيئا آخر، إذا كان لك ابن وأنت تحب هذا الولد، والولد طلب منك طلبا فيه ضرر عليك، طلب منك طلبا فيه ضرر عليه هو، قال يا أبي أريد أن أقف، يا أبي ائتني بهذا الطعام وفيه سم، أنت تعطيه الطعام أو أنك تختار له الأفضل، تختار له الأفضل أو توافقه على كل ما يريد. فنحن عباد ضعفاء، الله يعلم ونحن لا نعلم. لا ننازع الله في ربوبيته، ولكن قد وعدنا، فصور الوعد تتحقق من وجوه. قد يصرف عني من الشر مثلها، قد يدخل لي الإجابة للآخرة، قد 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 تكون هناك معوقات لإجابة الدعاء. هذا الرجل المتصل، أستبيح الإخوة في شيء اسمه ستيتو ولا ما أعرف سكوب، أنا سأطرح سؤالا قد يطرحه مسلم، قد يطرحه مسلم: لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ سأذكر 10 من الوجوه باختصار شديد، وأستبيح الإخوة السائلين لأهمية هذا السؤال. لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ أولا، 3 أمور تضمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم فتنتفي الأثم من الدعوة، إلا أعطي بها 3: إما أن تعجل له الدعوة تجاب، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له الجواب إلى يوم القيامة. إذا قلت يا رب ارزقني، قد أرزق في الحال، قد يدخر لي الجواب للآخرة، قد يكون هناك شر سيأتي صرفه الله عني. هذه 3 أمور. الأمر الرابع، أنني قد أدعو بدعوة ولقلة علمي أظن أن الخير فيها، ولكن ربي يعلم وهو العليم، أعلم منا جميعا أن في هذه الدعوة شر لك. فقد يقول الأخ: يا رب زوجني فلانة، وربنا يعلم وهو الذي خلقنا أن الزواج بفلانة سيكون شر لك. أو قد أقول: يا رب يسر لي سفرا إلى بلدة معينة، ورب يعلم
أن سفري إليها سيكون ضارا لي، فأنا لجأت إليه لكنه اختار لي الأفضل. فهذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أن ربنا يحب منا الإلحاح في الدعاء، لأنه يثيبنا ويكرمنا على هذا. يعني إذا قلت يا رب ارزقني، أنا أرزق لكن ممكن أرزق بعد شهر، وذلك حتى تكتب لي الأجور. سيدنا أيوب عليه السلام دعا 18 عاما، استجيب له بعد 18 عاما. كل هذا في ميزان حسناته، كل هذا في صحائف حسناته، ولذلك نال 3 شهادات من الله: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. ما إذا كنت أنت تفرض على الله أن تقول يا رب اعمل لي كذا يعمل لك، وغيرك يقول يا رب افعل لي كذا يفعل له، أصبحتم أنتم آلهة وهو ليس بإله حينئذ. الوجه الخامس أو السادس أنك قد تدعو وتقول معلش هو لا يستفزنا، دعني أكمل الجواب. قد تدعو وتقول يا رب ارزقني وأنت ظالم لأشخاص، وأنت ظالم لأشخاص. فإذا دعوت وأنت ظالم لأشخاص، أنت تدعو وهم يدعون عليك، أنت تدعو وهم يدعون عليك. دعوة من تستجاب؟ دعوة المظلوم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس وبينها وبين الله حجاب، يرفعه الله فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الوجه السابع في هذا الصدد أنك قد تدعو وأنت تأكل من الحرام، تأكل من الحرام. فإذا أكلت من الحرام ودعوت لن يستجاب لك. الوجه الثامن أنك قد تدعو وتستعجل، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. فعموما لإجابة السؤال أو لموانع الإجابة أسباب كثيرة كثيرة كثيرة. نحن كمسلمين نوقن بذلك ونقول الله يعلم ونحن لا نعلم. هو ملحد مش مشكلة، مي يطرح أفكاره، الحمد لله نحن مسلمون ونعرف الحمد لله كيف نجيب على هذا، لأن الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء.